هم مخضوضين او يعني لعيبه كبار ولعيبه بيلعبوا في دوريات كبيره، لا بس واضح ان هم مخضوضين من انت الهبه بتاعتك لا واصله لهم ان هم انا دي احسها بقى كلعيب بخبراتي بقى الكبيره. فبدات انقل ده للعيبه وبدانا نشغل اغاني وطنيه في اوضه اللبس، وانا كان وقتها الموبايل لسه ليه سبيكر كده، فكنت اشغل السبيكر، ما كانش معانا السماعات اللي هي الكبيره دي، فكنت اشغل السبيكر مع هدوء الاوضه، فيبدا يحصل بقى ايه التفاعل، نشغل بقى اغنيه ما شربتش من نيلها، الاغاني اللي كانت بتطلع وقتها. نزلنا ماتش الكاميرون طبعا، وهم بصراحه لا هم اقوى، هم افضل مننا كبتتكلم على افراد، ولكن كمجموعه وبروح بتاعتنا احنا افضل. طبعا كلنا نفتكر الهدف الشهير اللي هو من خطا مني وهدف عكسي، وبعدها لاني المباراه دي كان ليها ذكريات معايا انا، لان المباراه دي كانت المباراه كان 170، كل الناس فاكره طبعا التيشيرت الشهير اللي انا عملته عشان ارفعه ان انا ابقى عميد لاعبي افريقيا، ما كنتش لسه وصلت لعميد لاعبي العالم. فكانت هتبقى ذكريات اليمه بالنسبه لي، يعني احنا نخرج من البطوله وان المباراه دي تبقى مباراه 170 ذكرها مش حلوه عليا. فجي فينا الهدف، ولكن الحمد لله قدرت ان انا استجمع قوايا تاني، وقدرت ان يبقى عندي ثبات، وده الحمد لله انا كنت من الحاجات اللي انا مميزه فيها ان انا عندي ثبات جوه الملعب، فقدرت ان انا حتى الشوطه لما شوطها شوطها من بعيد، فمش يعني مش مكاني يتشوط منه خالص، ولكن الحمد لله قدرت ان انا اعوض الخطا ده وان انا اجيب هدف. وبعدها وصلنا للاكسترا تايم، وبعد كده جبت هدف التاني طبعا اللي هو ما كانش هدف واتحسب، الكوره ما كانتش دخلت فعلا، بس اتحسب هدف خلاص يعني اتحسب طبعا، ده ما كانش لسه بقى طلع التقنيات دي واللي موجوده دلوقتي. وبعديها جده جاب لا كان جده جاب الهدف الثاني من الخطا طبعا، كان وقتهم الباك رايت بتاعهم المشهور ده ناسي اسمه، وصعدنا للمباراه اللي هي قبل النهائي.